انتهت النيابة العامة من مناظرة جثث شهداء الهجوم الإرهابي على كمين النقب بالوادي الجديد، والذي أودى بحياة 8 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين. وصرحت النيابة بدفن الشهداء وتسليمهم لذويهم بعد انتهاء الطب الشرعي من مناظرتهم. وقالت مصادر أمنية إن الإرهابيين اختاروا الهدف بعناية شديدة من خلال رصد تحركات قوة الكمين وبعده عن مركز الخارجة أكثر من 70 كيلومترا، مما يصعب دعمه بالقوات اللازمة خلال الاشتباك مع قوات الشرطة.